الآن. بيسأل ملك صادق لا أب ولا أم له، لا بداية أيام ولا نهاية، بل مشبه بابن الله، هل هو رمز أم شخص؟ هو شخص، حكاية بلا أب بلا أم يعني بلا أب في الكهنوت ولا أم في الكهنوت. كان زمان في الكهنوت اللاوي أو الكهنوت الهاروني لابد أن يكون من نسل هارون، لا يكون أبوه كاهن لا أمك من نسل هارون، يعني بيكون أخذ الكهنوت بالوراثة. ملك صادق لكن ليه أب في الكهنوت ولا ليه أم زي بنات هارون، حتى هارون ما كانش اتولد في ذلك الحين. لا بداية أيام ولا نهاية، فسرها القديس يوحنا الذهبي الفم في تفسير رسالة بولس إلى العبرانيين، وقال ان احنا ما سمعناش عن تاريخه، لا تاريخ اب مقابله لابينا ابراهيم ولا تاريخ بعد مقابله لابينا ابراهيم، ما نعرفش بدايه ولا نهايه لتاريخه. يكفي عباره مشبه بابن الله، لو كان هو ابن الله كان قيل ان هو ابن الله وكان سجد له ابراهيم. على أي الحالات أنا كتبت مقالة زمان عن هذا الموضوع في مجلة الكرازة، ياريت صاحب السؤال ده يبحث عنها إما في المجلة لإما في سنوات مع أسئلة الناس الخاصة بالكتاب المقدس. سؤال: هل توجد حيوانات نجسة؟ في الكتاب المقدس لما بيقول حيوانات نجسة يقصد الحيوانات التي لا يمكن أن تقدم ذبائح أمام الله، وأيضا الحيوانات التي لا تؤكل، لكن مش نجسة يعني فيها خطية، يعني إنها لا تقدم ذبيحة وإنها أيضا لا تؤكل. بيقولوا هل تربية الكلاب مثل النجاسة؟ لا، في كلاب كويسين جدا ما دام ما بتاكلهمش ولا تقدمهم ذبائح. واحد بيقول هل هناك علاقة بين عمل الشيطان والمرض النفسي الوسواسي القهري؟ هو ممكن الشيطان يجيب أمراض من نوع ده، لكن ليس كل وسواس سبب الشيطان، ليس كل وسواس سبب الشيطان، لكن ممكن الشيطان يجيب أمراض من نوع ده. واحد بيقول ما معنى غضب الإنسان لا يصنع بر الله؟ يعني الغضب البشري الذي لأمور بشرية
لا يصنع البر الذي يطلبه الله. واحد بيقول هل صحيح ان معمودية الاطفال دخلت حديثا على الكنيسة وذلك من ايام استشهاد وبعد الاستشهاد؟ لا ابدا، معمودية الاطفال موجودة منذ بدء المسيحية. ما دام المعمودية شرط للخلاص، وان من لا يولد من الماء والروح لا يمكن يدخل ملكوت الله، يبقى من بدء المسيحية كانت عقيدة هي تعميد الأطفال، مش جت أيام الشهداء أو غيره. ويوجد في الكتاب المقدس آيات كثيرة عن تعميد عائلات بحالها كلها. طبعا مش معقول كل العائلات دي ما كانش فيها أطفال. يقول مثلا في أعمال 16 في تعميد سجان في لبي إن عمدوه هو وكل أهل بيته. كذلك قيل عن ليديا بائعة الأرجوان نفس الوضع وكل أهل بيته. يا ريت تقرأ عن الموضوع فصل من كتابنا اللاهوت المقارن، في كلام كتير جدا عن معمودية الأطفال. ما رأي قداستك في الإنسان الذي يكون محروم ويحضر التحليل العام في القداس؟ هل بهذا يكون محللا ويسمح له بالتناول؟ لا، التحليل العام يقال للكل، لكن ينتفع منه من كان تائبا ومن كان مستحقا للتحليل. لكن واحد يحط راسه وسط الروس وياخد التحليل كده بسنة لطافة، لا 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 لا، ده ما خلاص يبقى ما فيش لازمة لا للتوبة ولا للاعتراف. والواحد يقول اجي ساعة ما بيقولوا التحليل العام وروح واقف وموطي راسي واقول الحمد لله البركة جت منك يا جامع وما جتش مني انا. واحد بيقول المزمور بيقول تنضح علي بزوفاك فأطهر، فما معنى كلمة الزوفة؟ كان زمان لما يعملوا ذبيحة في العهد القديم يجيبوا حاجة زي الزوفة اللي هي زي الشرش بتاع الجزر، يتحط في الدم وينضحوا بيه كده، حاجة زي شرش الجزر يحطوها في الدم وينضحوا بيها، ينضحوا بيها على المذبح على خيمة الاجتماع على غيره. فتنضح علي بزوفاك فأطهر معناها الرمزي انك انت تطهرني بالدم. واحد بيقول انا انسان مسيحي وافتخر باسم المسيح الى حد اني لا اخاف الموت او السيف في سبيل اسم المسيح، وانا بحبه جدا، وللأسف أنا منغمس في المعاشرات الرضية وفي الخطية. ده إيه دي، محبة مع إيقاف التنفيذ دي ولا؟ شوف يا ابني، الكتاب بيقول في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 3، يا ريت تقراه، بيقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. مش تقول له بحبك يا رب وتمشي في الخطية، يبقى بتحبه ازاي؟ ما دام بتحب المسيح لازم تبقى شكله. بيقول الكتاب بيقول برضو في رسالة يوحنا الأولى بيقول من قال قد عرفته
اللي بيقول ان انا عرفت ولا يسلك، ينبغي انه كما سلك ذاك يسلك هو ايضا. ان كنت تعرف ربنا يبقى زي ما سلك المسيح تسلك انت ايضا. لكن ما تقولش بحب المسيح وافتخر بالمسيح وتمشي في الخطيه، ولما تمشي في الخطيه الناس هيقولوا ده بيحب المسيح. واحد بيقول ما راي سيادتكم في الاعتراف للكاهن، وما هو الشاهد الكتابي والحق الالهي الذي بني عليه هذا التعليم، وهل هو صحيح ان يعترف انسان للكاهن دون الاعتراف لله راسا؟ عن طريق وساطة الابن المبارك يسوع، بحسب قول لا يوجد وسيط واحد الى اخره، وان اخطا احد فلنا شفيع واحد عند الاب رب. شوف يا ابني، اعترافك على الكاهن لا يمنع اطلاقا اعترافك على الله. انا قلت في كتاب حياة التوبة والنقاوة وفي اكثر من مناسبة ان الاعتراف له انواع وكلها لازمة. تعترف على الله مباشرة لانك كسرت وصاياه، وده اللي بنقوله في المزمور: إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. وبنقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا. يعني تعترف على الله دي ما فيش حد يناقش فيها. وتعترف أيضا على الأب الكاهن لتأخذ منه الحل بالتناول وتأخذ منه الإرشاد الروحي. وتعترف على الشخص اللي غلطت في حقه، اللي غلطت في حقه تروح له وتقول له أنا أخطيت إليك وأنا غلطت في حقك. دي حاجة تالتة. والحاجة الرابعة تعترف بينك وبين نفسك من جوه أنك أنت غلطان. يبقى عايز بقى الشاهد الكتابي. الشواهد كثيرة جدا، سأذكر لك بعضها. في العهد القديم كان الشخص إذا أخطأ يقدم ذبيحة عن خطيته ويضع يده على الذبيحة ويقر بخطيئته. ودي موجودة في لاويين 5:5، لاويين 5:5. وفي قصة عخان بن كرمي في يشوع إصحاح 6 قال له اعترف إلى الله واخبرني. وبالنسبة ليوحنا المعمدان كان يأتي إليه جميع الناس من أورشليم وكل اليهودية ومن نواحي الأردن ليعتمدوا منه معترفين بخطاياهم. ودي موجودة في متى 3:6. والكنيسة الأولى باشرت سر الاعتراف، وكان الناس يأتون إلى الرسل مقرين ومخبرين بأفعالهم في أعمال 19:18. أدي الشواهد الكتابية اللي أنت عايزها. أما حكاية وساطة الابن والشفيع الواحد دي عن الشفاعة الكفارية الخاصة بدم المسيح، ملهاش دعوة بالتوبة العادية والاعتراف بالخطية. وموجود في يوحنا الأولى إصحاح 1 بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. ولألا تفتكر إن اعترفنا بخطايانا دي مجرد اعتراف بين واحد وبين ربنا، تلاقي موجود في رسالة يعقوب الرسول إصحاح 5: اعترفوا بعضكم على بعض بالزلات، يعني بشر على بشر. الواضح من سؤالك انك انت معرض لتعليم بروتستانتي.
سؤالك كله بروتستانت من أوله لآخره. فأنصحك البعد عن هذه التأثيرات، وما تاخدش كل حاجة بطريقة غلط.